أعزائي جميعا، يونت 4 الوحدة الأخيرة عنوانها سكسس ستوريز، قصص النجاح. حلوة هيك يعني العنوان، والله يثير التفاؤل إن شاء الله. هذا اللوغو الكابشن يعني impossible، nothing is impossible، everything is possible إن شاء الله، كل شيء ممكن. تبدأ ما قبل القطعة تبعت the importance of islamic achievements in history، هاي كلماتها. الآن راح نشوف كلمات مختلفة، لا طبية ولا حاجة، لا كلمات عادية إن شاء الله لها علاقة بالعلوم وما العلوم والشغلات زي هيك. arithmetic اللي هي the study of numbers، علم الحساب. arithmetic علم الحساب، the study of numbers. geometry the study of properties، relationships، lines، curves and surfaces، اللي هو علم الهندسة. geometry علم الهندسة. mathematician شخص، a person who studies mathematics. محمد منصور عالم الرياضيات، أو الشخص الذي يعني بدرس الرياضيات أو بدرس الرياضيات. philosopher someone who studies and writes philosophy، الفيلسوف، philosopher. راح تلاحظوا بأنه في عندي هون هاي وهاي 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 وهاي، هاي خمسة. هذول خمس كلمات عبارة عن noun person كونه اقترب موضوع الديريفيشن، راح يكون في unit 4 الديريفيشن في هاي الوحدة. physician مش فيزيائي، ديروا بالكو، طبيب. هي someone who is qualified to practice medicine، شخص المؤهل لممارسة مهنة الطب. طبعا عشان ما تسألوني يا جماعة، طلعوا هاي مطلوبة انجليزي عربي، اوكي، ونفهم المعنى هون فهم، وهدول مطلوبين ايضا املاء. polymath an expert in many subjects، الشخص المثقف بيعرف في كل موضوع شيء بنحكي عنه polymath. الكيميست a person who studies chemistry، الكيميائي، مرات بيحكوا عنه خيميائي. الآن في عندي adjective groundbreaking new innovative أو inspiring، مبهر وجديد، مكررة الكلمة. inheritance ميراث، things you get from someone after they die. بس رح نشوف في عنا فرق بين inheritance، ويمكن بالفقرات القادمة في عنا legacy، بس اللي بدنا نركز عليه هون inheritance ميراث، عارضا يعني ميراث أقارب، ميراث أقارب من الأقارب، لأنه رم نصير عند legacy ميراث العلماء من العلم والاختراعات، أما هون inheritance ميراث money and properties ممتلكات ونقود من الأقارب، الانهيرتنس. أوكي، talent موهبة، special ability. founder رجعنا noun person اسم شخص، a person who starts something new، مؤسس، founder مؤسس. والميوزيكال هارموني a pleasant sound in music made by playing هون عزف معناها، مش لعب، تناغم الموسيقي. musical harmony تناغم الموسيقي. scale ميزان an instrument to measure weight، هي أداة لقياس الوزن، ميزان. revolutionize راح بتلاحظوا أي كلمة تنتهي بالمقطع eyes، ISE أو IZE، واثنين صح، ISE British English، IZE American English، فهي verb، دائما verb، فعل. revolutionize to change the way people do something or think، يحدث تغيير. revolutionize يحدث تغيير. lab اختصروها بلاب بدل laboratory، لا lab خلاص. a room for scientific experiment، مختبر، lab.
الجبر الجبر تذكروها هاي الكلمة يا جماعة. لاب راح والله أنا يوم الأربعاء عندي لاب، والله عنا ثلاث لابات في الأسبوع، بيحكوا لابات هم طلاب الجامعة اللي بيدرسوا إشي له علاقة بالمختبر، مختبرات فيها مختبرات صيدلة كيمياء طب. الجبر اللي هو علم الجبر، الجبر علم الجبر. A type of mathematics where letters and symbols represent numbers، نوع من أنواع علم الرياضيات حيث الأحرف والرموز تمثل أرقام. Astronomer برضو noun person، astronomer astronomer a person who studies stars and planets، رائد فضاء أو عالم فضاء. qualify يؤهل، qualify quo qualify اللفظ الصح لا مش quo qualify qualify to be entitled to a particular benefit by fulfilling a needed condition، يؤهل. وآخر كلمة restore، restore إعادة ترميم لو to repair or innovate renovate something يرمم، إعادة بناء يعني rebuilding. أوكي هذا بالنسبة للكلمات المطلوبة، في عنا هاي كلمات إضافية يعني extra مش مطالبين حتى فيها إملاء بصراحة، بس هي واردة في أحد القطع اللي هي قطعة القطعة الثانية اللي راح تكون ميجا بروجيكتس المشاريع الإملاقة. رينيوابل متجدد، ويست نفايات، بلو برينت مخطط أو خطة، كاربتس سجاد، كريستال جلاس زجاج بلوري أو شفاف، بينيفيت فائدة، friendly غير مؤذي أو صديق للبيئة، بنحكي environmentally friendly صديق للبيئة. هذه هي الكلمات، هاي فقط حفظ عربي، بس حفظ عربي لأنها كلمات تلزم في أحد القطع القادمة. أوكي القطعة اللي بدنا نحكي عنها اليوم The importance of Islamic achievements in history. جماعة يونيت 4 فيها ثلاث أو أربع قطع وفيش فيها إلا قاعدة واحدة فقط اللي هي الكليفت سنتنسز. هذا كل ما له علاقة بيونيت 4. لذلك راح تكون مادة المهارات أطول شوية. أطول من مادة الجرامر قواعد. أوكي طبعاً اللي إحنا بنشرح هذا موجود عندنا صفحة يا جماعة 103 و104 إلى 105 راح يكون هذا الدرس. راح يحكي هون عن أربع شخصيات مؤثرة في التاريخ الإسلامي، كلهم عبارة عن inventors، كلهم discoverers لآخره. أول شخصية جابر ابن حيان، جابر ابن حيان born 722 CE died 815، ولد عام 722 توفي عام 815. The Arab world، إن العالم العربي has many famous chemists، فيه العديد من الكيميائيون in its history في تاريخه، تاريخ مين؟ The Arab world. The person who هاي إلها علاقة في القاعدة القادمة، طلعوا the person who هو تعود على the person، person معناها شخص وهو اسم عاقل عشان هيك إجا بعدها who the person who الشخص الذي is known يعرف as the founder of chemistry مؤسس علم الكيمياء is probably جابر بن حيان، هو جابر ابن حيان. الآن راح نلاحظ بأنه أي ضمير مذكر he أو him أو his أوكي سيعود على جابر بن حيان، بنحط عندها هاشتاج. He is most well known، هو مشهور ب. يلا بنحكي عن إنجازاته، ما هي العنوان achievements إنجازات. أول إنجاز له لجابر بن حيان the beginning of the production of sulfuric acid، هو أول من بدأ بصناعة حامض السلفور. He also built أيضا هو أنشأ هاي نمبر 2 a set of scales مجموعة موازين which تعود على
a set of scales which changed the way. اعمل موازين يا جماعه بس مش الميزان عادي لا موازين هاي اللي دقيقه جدا اللي تستخدم عند محلات الذهب ومحلات الفضه اللي بتقيس بالجرام ان هذه الموازين changed the way غيرت الطريقه in which التي بها which تعود على the way chemists weighed items وزن العلماء الاشياء on a lab في المختبر His scales, موازينه could weigh, كانت تستطيع أن تزن items over 6,000 times smaller than a kilogram. تخيلوا الكيلوغرام الواحد يقسم إلى 6,000 جزء. الميزان لدقته يقيس الجزء من 6,000 جزء. يعني باختصار هو اخترع مجموعة من الموازين الدقيقة جداً. الشخصية الثانية معانا هون علي ابن نافع أو يلقب بزرياب علي ابن نافع أو يلقب بزرياب born 789 CE died 857 CE ولد عام 789 توفي عام 857 علي ابن نافع is also known as زرياب ليش؟ ليش سمي بزرياب؟ بيكو أو بلاك بيرد عفوا العندليب الأسمر بلاك بيرد because of والسبب his beautiful voice صوته الجميل طيب علي بن نافع الآن أي ضمير هي مذكر أو هم أو his سيعود على عمه علي بن نافع his نحط لها هاشتاج his beautiful voice صوته الجميل he was علي بن نافع was a gifted pupil كان طالبا موهوبا of a famous musician لموسيقار شهير from Baghdad من بغداد العراق الصامد and it was his talent for music قد كانت موهبته في الموسيقى that لاحظوا يا جماعة talent for music موهبة وهي اسم غير عاقل شوفوا ضمير الوصل العائد عليها ذات والتي led him to Cordoba إلى قرطبة in the ninth century في القرن التاسع he was the guest of the Umayyad ruler there كان ضيفا على الحاكم الأموي هناك وين هناك في قرطبة he is the person who طلعوا the person who The person, شخص عاقل, هو الشخص الذي نحكي عن إنجازاته واحد established the first music school in the world أسس أول مدرسة للموسيقى في العالم in Cordoba, في قرطبة الأندلس teaching musical harmony مدرسا فيها التناغم الموسيقي and composition والتأليف الموسيقي he, علي بن نافع اثنين الإنجاز الثاني لإله revolutionized musical theory وأحدث تغييرا في النظرية الموسيقية and is also the person who كمان مرة يا جماعة the person who الشخص الذي عاقل الإنجاز الثالث والأخير له introduced the oud to Europe هو الذي قدم آلة العود إلى أوروبا الشخصية الثالثة اللي راح نقرأ عنها اللي هي فاطمة الفهري نعم وللعنصر النسائي نصيب فاطمة الفهري born early 9th century لما يكونوا مش عارفين بالضبط تاريخ الميلاد طلعوا ولدت في بداية القرن التاسع لما نحكي بداية القرن التاسع يعني القرن التاسع يعني سنة 800 لما نحكي 800 يعني القرن التاسع شوفوا مش تاسع مش 900 لما نيجي نحسب دايما بننقص واحد لما نحكي القرن العاشر يعني سنة 900 القرن الحادي عشر سنة 100 ألف الحادي عشر القرن الحادي عشر ألف القرن العشرين 2000 1900 القرن الواحد وعشرين 2000 يعني نخصم واحد بورن ولدت في أوائل القرن التاسع توفيت 880 CE سنة 880 فاطمة الفهري الآن أغلب الضمائر she وher ستعود على فاطمة بنشوف الآن
فاطمة الفهري was the daughter of a wealthy businessman. هي كانت ابنة رجل أعمال ثري. إنجازها الوحيد she used her father's inheritance to build a learning center in Fez, Morocco. Her تعود على فاطمة الفهري. استغلت ميراث والدها أبوها ورثها فلوس. أوكي؟ فشو عملت فيهم؟ بنت مركز تعليمي في فاس اللي هي عاصمة المغرب. This learning center, هذا المركز التعليمي became Morocco's top university, أصبح أفضل جامعة في المغرب. And it, شوفوا it بنفع تعود على learning center in Fez, Morocco, بتنفع تعود على learning center. ليش؟ لأنه عرف هذا الليرنينج سنتر المركز التعليمي في فاس المغرب بأنه مركز تعليمي. يعني سكي خلها ترجع على الأصل. And it is where, وهو حيث many students, العديد من الطلاب from all over the world come to study. تخيلوا يا جماعة بلش مركز تعليمي تحول إلى موروكوز توب يونيفرسيتي. أنا أقصد هون this it تعود على هاي أو تعود على موروكوز توب يونيفرسيتي, كلاهما صح. And it is where and موروكوز توب يونيفرسيتي, لأنه المركز التعليمي أصبح موروكوز توب يونيفرسيتي, أفضل جامعة في المغرب, وصاروا يجوا طلاب من كل أنحاء العالم. Moreover, الآن رح ينتقل الحديث عن أختها مريم. It was Fatima's sister, أخت فاطمة اسمها مريم. مريم هو مريم اسم عاقل, هو والتي supervised, أشرفت على the building of the Andalus Mosque. The Andalus Mosque, مسجد الأندلس. Which, طب يا جماعة which ليش مش where؟ شوفوا في هاي القاعدة القادمة هذه تعتبر يمكن أصعب نقطة في استخدام ضمائر الوصل. احنا بنعرف انه which للاسم غير العاقل, طب where استخدام المكان. طب المسجد أليس مكان؟ طبعا مكان. طب ليش استخدم which؟ أنا بحكي لكم عشان أستخدم where والتي تعني في المكان الذي, بينما which لحالها تعني الذي. شوف هون مسجد الأندلس الذي لم يكن بعيدا عن المركز التعليمي اللي بنته فاطمة الفهري. بمعنى الذي. طب شو الفرق وير في المكان الذي؟ والله عمي بتختلف. اوكي طب كيف بدي اميز؟ هاي راح نركز عليها في القاعدة, بس انا بدي اعطي مقدمة. اذا بعد اسم المكان الكلام اللي هون كان بيحكي انه داخل هذا المكان يحدث شيء, بستخدم وير. كمان مرة, اذا ذكر لي اسم مكان ما بستخدم وير, الا اذا الكلام اللي بعد وير بمعنى داخل هذا المكان يحدث شيء. هل حكى انه داخل المكان في ناس بيصلي مثلا؟ لا, هو بيحكي والذي لم يكن بعيدا عن المركز, هون بيحكي عن الموقع, ما بيحكي انه داخله يحدث شيء. لو حكى انه داخله يحدث شيء شو بستخدم؟ وير. وما عليكم حنركز عليها اكثر ان شاء الله لما نجي نشرح القاعده, كونها القاعده الوحيده. الشخصيه الاخيره, اخر شخص نتحدث عنه في هاي القطعه, الكندي. born around 801, ولد تقريبا حوالي 801, died 873 CE. الكندي, واكيد هون اي ضمير مذكر سيعود على الكندي. اوكي was, شوفوا يا جماعه شو كان. physician, طبيب. philosopher, فيلسوف. mathematician, عالم رياضيات. chemist, كيميائي. musician, موسيقار. astronomer, رائد فضاء. شو ضل؟ وهو يعتبر true polymath. true polymath, مثقف حقيقي يفهم بالطب والفلسفة والرياضيات والكيمياء والموسيقى وعلم الفضاء. تخيلوا too much. he, الكندي, made groundbreaking discoveries, اكتشافات تفتح آفاق جديدة مبهرة in many of these fields. إذن ممكن من 1 إلى 6 هذول اللي ذكرناهم النقاط شو عنوانهم؟ fields, يعني مجالات. but it is probably his work
in arithmetic and geometry that work in arithmetic and geometry that تعود عليها كلها عمله في الحساب والهندسة that والذي has made him قد جعل منه most famous أكثر شهرة. شوفوا يا جماعة أسئلة الكتاب ثم أسئلة الوزارة إجت هاي القطعة للطلاب الفروع المهنية هاي وزارة 2019 لطلاب الفروع المهنية زي الصناعي والتجميل وتربية الطفل وإلى آخره أكيد طبيعة الأسئلة بتختلف يعني عندهم أسئلة هو واي وات وير وين اللي هي أصلا مش موجودة لطلاب الأكاديمي تكون طلاب الأكاديمي عددي اقتبسي في تشابه بسؤال المعنى وسؤال الضمير اتس اوكي يعني ما في مشكلة نشوف أسئلة الكتاب والله هيك حاططها بس عشان يعني حتى والله ما أنا مجاوبها شكلي لا والله ما أنا مجاوبها read the article again تجيش هيك أسئلة في يعني في الامتحان اقرأ المقالة ثانية summarize شو يعني summarize لخصي إيش لخصي ما في بالوزارة لخصي the achievements إنجازات طب ما احنا حاطين تحتهم خط كل واحد من الأشخاص الأربعة في النص ما احنا بالنهاية كل واحد حاطين خط تحت إنجازاته طيب do you think that هذا السؤال للتفكير يعني it was طلعها easier or more difficult in those days يعني في الماضي to reach أتعتقد أنه أسهل ولا أصعب هذه الأيام في الحاضر أن أصل إلى المستويات المرتفعة من الإنجاز مقارنة مع the present day عفوا in those days في تلك الأيام خلينا نحكي في الماضي أوكي مقارنة مع الحاضر يعني كأنه بيحكي أنو أسهل أنو أسهل إن نعمل إنجازات زي إنجازات علي بن نافع والكندي وجابر بن حيان وفاطمة الفهري أنو أسهل في الماضي ولا في الحاضر ممكن الناس يحكي لي في الماضي أسهل لأنه الناس فاضيين كانوا ما فيش يشغلهم فيش لابتوبات وما فيش واتساب وما فيش وسائل التواصل الاجتماعي بيحكي انه اسهل لانهم فاضيين وممكن ناس يحكي لا العصر الحالي اسهل ليش لانه صار تطور تكنولوجي والنت ملان كل اشي ممكن يساعدنا على كل حال it is كله صح كل الحكي اللي بنحكيه صح وgive a reason for your opinion مع اعطاء رأي سبب للرأي اللي عبر عنه هاي الاسئلة فقط من باب العلم بالشيء ولكن مش هيك اسئلة الوزارة حتى على نمط 2019 الأسئلة المقالية مش هيك نمط السؤال طيب نيجي للأسئلة تبعت الطلاب الصناعي Who is the founder of chemistry؟ شوفوا الأسئلة كيف مباشرة من هو مؤسس علم الكيمياء؟ الجواب هيو جابر بن حيان Why is علي بن نافع also known as زرياب؟ لماذا عرف علي بن نافع أيضا بزرياب؟ Because of his beautiful voice. بسبب صوته الجميل. Find a word in the text. جد كلمة من النص تعني a room غرفة لإجراء التجارب الطب العلمية اللي هو lab. Lab. Laboratory. على من يعود الضمير هي اللي هو بفقرة الكندي. طبعا بده يعود على الكندي. علي بن نافع أربعة كأنه يا جماعة طاير الرقم خمسة طاير الرقم خمسة من الطباعة معلش أربعة خمسة هنا هون ستة سبعة ثمانية أوكي خمسة علي بن نافع made some important achievements in music أحرز علي بن نافع بعض الإنجازات الهامة في الموسيقى write down two of these achievements بده تنتين هم إحنا معدلناهم ثلاثة ترى طيب he is the person who established the first music school in the world in Cordoba والشخص الذي أنشأ أول مدرسة الموسيقى في العالم في قرطبة الأندلس إنجاز ثاني teaching musical harmony and composition هو تابعي لها اثنين
He revolutionized the musical theory. ثلاثة, he is also the person who introduced the oud tirab. ثلاثة, هو طالب تنتين. المطلوب الآن أي تنتين من الثلاثة صح. أي تنتين من الثلاثة صح. ستة, what has made الكندي most famous؟ ما الذي جعل الكندي أكثر شهرة؟ لأنه كان physician, philosopher, mathematician, chemist, musician and astronomer, a true polymath. أعتقد هاي يعني جعلته أكثر شهرة أكثر من قضية يعني لو حكينا but هون آخر إشي but it is probably his work in arithmetic that made him most famous. والله ممكن برضو نعطي هاي إجابة. الآن سؤالي يا جماعة, هل النقاط الستة ممكن تكون إجابة لهذا السؤال ولا لازم نلتزم بما هو مكتوب هون نص حرفي؟ طلعوا هو كان يحكي عن الفيلز السابقة إنه عمل ground breaking discoveries, يعني اكتشافات مبهرة. لهون بيحكي it is probably his work in arithmetic and geometry that has made him most famous. نرجع للسؤال فيها والله عمي most famous has made, فلذلك أنا بدي أتراجع عن هاي الإجابة مع العلم أنه لا يستطيع أنه يحكي لي أنه هاي غلط, بس his work in arithmetic and geometry has 6. هيو أنا بدي أحكي يا جماعة, أنا نطيت من سؤال لسؤال, أنا بعتذر. 6 بـ6, هي 6. ما الذي جعل الكندي most famous؟ his work in arithmetic and geometry that has made him most famous. أنا انتقلت من سؤال لسؤال, أنا آسف. 7, write down the sentence which indicates that Al-Kindi was a polymath. المطلوب هون اقتباس جملة, write down the sentence يعني quote the sentence التي تشير إلى أن Al-Kindi كان polymath. شو polymath؟ مثقف. هاي هالجملة. عند رقم 7, Al-Kindi was a physician, philosopher, mathematician, chemist, musician and astronomer, a true polymath. انتهت جملة كاملة. والسؤال الثامن والأخير, why is ابن هيان's set of scales significant؟ شوفوا يا جماعة هذا كان بالنسبة لهم أصعب سؤال للطلاب المهني. significant يعني great, يعني عظيم, يعني مميز. لماذا كان اختراعه للموازين؟ لأنه his scales could weigh items over 6000 times smaller than a kilogram. إنه الميزان اللي اخترعه دقيق جدا بحيث إنه يقيد جزء من مجموعة أجزاء اللي هي 6000 جزء من الكيلوغرام. إلى هنا ينتهي قطعة The Importance of Islamic Achievements in History. القطعة اللي بعدها راح تكون يا جماعة أعتقد إنها الميجا بروجيكتس, مشاريع العملاقة.